كان اجواء وكواليس بعثة فريق النادي الاهلي هنا في كوناكري غينيا. الاهلي وحريه كوناكري ان شاء الله يوم الجمعه في الساعه 4 عصرا. بيسعدني من ضمن لي طبعا في هذه اللحظات كابتن الكبير كابتن هشام محمد احد كباتن فريق النادي الاهلي. موفقين ان شاء الله كابتن هشام في البدايه، وان شاء الله يكون المباراه من نصيبنا. بتشوف الاول الجيم ازاي، الاستعداد كان ازاي من القاهره، والاستعداد مستمر حتى هذه اللحظه. حطينا في اجواء كده المعسكر حتى هذه اللحظه كابتن هشام. اشكرك طبعا يا كريم، وان شاء الله تبقى يعني ماتش موفق لينا وبدايه موفقه، ويمكن استعدنا كويس الحمد لله. الاسبوع اللي فات اشتغلنا بشكل كويس جدا، يمكن كان اللعيبه مش موجوده، لعبت المنتخب ولعبت المنتخب الاولمبي، لكن اللعيبه اللي كانت موجوده ادت التمرين بشكل كويس، ويمكن كان في فترات بدنيه كتير كويسه استفدنا اعتقد الاسبوع دوت، والحمد لله مستعدين كويس، وكل الفرقه على قلب رجل واحد يعني زي ما بيقولوا، ان شاء الله كلنا مستعدين نعمل حاجه كويسه نادينا ان شاء الله باذن الله. في امور كتيره جدا اكيد ساعدت ان احنا نوصل للمرحله دي، ان احنا مركزين فقط في كره القدم. موضوع الطيران الخاص عايز اتكلم عليه، ازاي قدر ان هو يسهل عليكم بشكل كبير؟ تعرف كذا ترانزيت مع طيران هيبقى ازمه كبيره جدا، بتساعدكم ازاي؟ وشايف ان الامر ده ازاي من مجلس اداره النادي الاهلي؟ اكيد طبعا بنشكر مجلس الاداره ان هو بيحاول يوفر للعيبه كل الامور اللي هي تبقى متاحه، ان اللعيبه تبقى مرتاحه وتقدر تادي في الملعب، ما بقاش شاغله اي حاجه تانية. طبعا انت عارف يعني افريقيا بيبقى السفر متعب شويه، والاجواء حتى والظروف زي ما انتم شايفين النهارده الدنيا فعلا صعبه. فيمكن الحمد لله موضوع الطياره وفر علينا شويه موضوع عدد ساعات الطيران، ويمكن راحه شويه برضو لينا، فالحمد لله استعدينا بشكل كويس وريحنا كويس. ولكن النهارده زي ما انتم شفتوا المطر صعب جدا وارضيه الملعب صعبه جدا، فيعني اتمنى بكره ان شاء الله ان الجو يبقى احسن من كده والظروف تبقى احسن من كده، وان شاء الله احنا مستعدين لاي في اي حال ان شاء الله، اللعيبه كلها مستعده ان شاء الله. بخص الملعب اللي هيستقبل المباراه، يمكن النهارده كان التدريب الرئيسي عليه، المطر كان كتير جدا، وده اللي احنا حابين نقوله. يمكن الملعب بنتمنى يوم المباراه ما يبقاش الحاله دي لانها هتعوق بشكل كبير. قول لي انت لمست ايه في ارضيه الملعب؟ انت دوست على النجيله، بتشوف نجيله عاليه واطيه، في ايه في الملعب؟ لان الناس حابه طبعا تعرف وجمهورنا حابب يعرف الامور دي. هو النهارده طبعا من بدايه من اليوم الصبح مطر جامد جدا، وزي ما الناس ما شافت النهارده كلها الارضيه صعبه جدا جدا، يعني تكاد تكون ما ينفعش ان احنا نلعب عليها. بالظبط، لكن الحمد لله ادينا التمرين واللعيبه ادت التمرين بروح كويس جدا، وكان في حماس كبير من اللعيبه في ظل الظروف الصعبه ديت. لكن بنتمنى ان شاء الله من ربنا ان شاء الله ان بكره الجو يبقى احسن، بحيث ان شاء الله نقدر نأدي ماتش كبير ونعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. لو بتنقل الحاله المعنويه للعيبه، انت لعيبه الكبار وفي لعيبه كبار في الفرقه، اكيد في حديث مستر باتريس بيشتغل على الجانب النفسي بشكل كبير مع كابتن محمد يوسف. الاجواء دي عامله ازاي ومركزين ازاي في المباراه دي؟ فرقه ان هي توصل دور الثمانيه يا كابتن هشام، لا فرقه مميزه ولابد ان احنا نحترمها بشكل كبير. اكيد طبعا احنا في مرحله الكل عارف اهميتها، والكل يعني نفسه في يحقق بطوله افريقيا، دي حاجة احنا بنلعب بنحلم بيها، ما وفقناش السنة اللي فاتت في الفاينل، لكن السنة دي إن شاء الله تبقى من نصيبنا، فده دور مهم إن شاء الله، يعني إن شاء الله هنعديه بإذن الله. الاستعداد كويس جدا، يعني الجهاز الفني بيعمل شغله، واللعيبة بتعمل شغلها، والناس كلها والجهاز الطبي بيعمل شغله، والعمال بيعملوا شغلهم، كل الناس بصراحة بتشتغل على أكمل وجه، وكل الناس مركزة وعارفين أهمية المباراة. فان شاء الله باذن الله نكمل نفس تركيزنا، وربنا يكلل تعبنا بكره ان شاء الله في الماتش بالفوز ونتيجه كويسه ان شاء الله. شكرا. اشكرك. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن هشام محمد احد نجوم فريق النادي الاهلي. اكيد طبعا بنتمنى التوفيق، مباراه صعبه ومباراه قويه زي ما اكدنا وقلنا. فريق حريه كوناكري من الفرق القويه جدا، وصوله لهذه المرحله لابد ان يكون في شغل كبير جدا من الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي. بنتمنى ان شاء الله يكون يوم رائع، يوم مميز، ويوم الجمعه ان شاء الله يوم المباراه في